تبرأ منك انت كذاب. لا تبرأ منك انت كذاب. هل ولدك اخواتك ضربوش؟ انت كذاب والله. والله تبرأ منك. والله انت كذاب. هل عشان زوجتك بتتصل بشيعة وبتقول لهم زواج المتعة صح؟ يعني صح ولا لا؟ بلاش اتجوز يعني اجيب تسجيلات بكده. خليك محترم. هناك بعد خط الملك عبد الله والله اعلم سيحل ابو بكر البغدادي في داخل المملكه السعوديه، لان المملكه السعوديه صارت على فم الكلبك ياكله، فدفعت ودعمت. وهناك اكثر من 1500 جمعيه. الكلب الشاب ليس ابو بكر البغدادي. انت كلب يا سيد بلال، مع احترامي لك. لا 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 والكلب اشرف من ابو بكر البغدادي. لا اشرف من الكلب الذي دفع سيد المقاومه سيد الله يشرف يا رب. ونسال الله عز وجل ان ينصره امين يا رب العالمين، وان يحشرني مع زمرة المجاهدين الاطفال امثال المقاومه الشريفه في حزب الله والمجاهدين في الجيش العربي السوري البطل. حضرتك تنكر ان هذا القران كلام الله؟ كلام سيدي انا حضرتك بتنكره؟ حضرتك بتنكره؟ خلينا متفقين على كده صح ولا غلط يا استاذ سيد؟ طيب هل حضرتك تستطيع ان لا انا هرد عليه رد عام، هرد عليه رد عام مثل هذا الكلام يا استاذ. ده ايه يا استاذ؟ رفني. ودي ايه يا استاذ؟ مصنوعين من ايه دول؟ من بلاستيك مثلا. لو جيت انا قلت لك لا مش من بلاستيك مثلا، قول لي من بلاستيك ولا من حديد؟ حطوها للمشاهد. اهو من بلاستيك. دول مصنوعين من ايه؟ من بلاستيك. من بلاستيك تمام كده؟ ده باعترافك. لو قلت لك انا الفيل ده هو والزرافه ده ايه؟ مصنوعه من نفس ماده البلاستيك، الف لام ميم، الماده ده ايه؟ هي اللي مصنوعه من دي. ايه اللي مزعلك بقى في كده؟ مشاهدينا الكرام، من الواضح ان كانت الحلقه ملهاش داعي. الحلقه انا اسف جدا ان عملت حلقه زي دي. انا بعتذر اعتذار كبير جدا للمشاهدين ان اسأت اسمعكم بمثل هذه الحوارات. في جهات مش من مصلحتها ان احنا تشاهدين يقول حاجه وتحصل، في حاجات لازم تظل مكتوبه. توقعاتي حضرتك قلت في الصفحات ايه اللي بتجيبها؟ اكثر توقعات الصفحات اتقال كتير، اتقال مصري، اتقال دجل، اتقال هذا، قلت له من هذا الكلام. كله عارف انك نصبت نفسك اله، كله عارف ان انت قلت انا ربكم الاعلى. ايوه انت قلت انت نصبت نفسك اله، انت قلت اعلى من الغيب. انت كذبت انت على النت، نزلت صوره وبتقول ان نزل فيها قران. انت نزل في القران؟ انت نزل في القران؟ انت نزل في القران زي انت ما قلت؟ عايزين في ناس كتير مؤمنه بدليل ان تصحيح. محدش مؤمن. ما هي المواقع؟ ما تتهمش الناس، ما تتهمش الناس، ما تتهمش الناس، ما تتهمش الناس. اتكلم عن نفسك. عارف ان كلامك ما كانش حصل؟ اتكلم عن نفسك. نهايه النساء العالم 2017. انا هسالك سؤال لو جاوبت عليه يبقى انت بتعلم. هو ما استنضفش؟ لا 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 هسمع اذنك يا استاذ محمد. بس استنضفش انت مش محترم. انت مش محترم. مش انت قليل الادب. انت قليل الادب. انت قليل الادب. قلم وضرب الجزمه كمان. اما يسيب الدين والقران وينصب على الناس وقدر وشعوذه يبقى انا ده صب يا عم. ده عم ده سؤال. انت عملت نفسك اله. هو جاي انت نصبت على الناس وعملت نفسك اله. طيب ده نظام ده ايه يا اسلام؟ كفرت بالله. انا مهما كنت انت كفرت بالله. اكتر مثال انت كفرت بالله. انت اللي قليل الادب ومش محترم. انت مش انا محترم واسمع عنك. والله العظيم هضربك. انا محترم واسمع عنك. اقسم بالله هضربك. اعمل الشغل يا شيخ محمد. اعمل الشغل يا شيخ محمد. انا برضو اعمل الشغل يا شيخ محمد. اقسم بالله انا ضربك. ارجوك انت مش محترم يا جماعه. انت مش محترم. لا يصح يا جماعه. لا يصح. لا يصح ذلك. لا يصح يا شيخ محمد. والله العظيم لا يصح. اعمل يا جماعه. لا صح. اعمل الشغل يا جماعه. لا صح يا شيخ محمد. لا صح. ارجوك لا صح. والله العظيم انا هرد عليك. انا مضطر. انت انا مضطر. اتمنى انه نتعامل احنا مع الشعب المغربي والشعب العربي والشعوب الاسلاميه كافه بطريقه انه لم تعد مغفله. المجرم في الاقليم هو الجزار بشار الاسد اللي كان طبيب عيون. انا مش موجود. لا لا رجاء لا تسمي بالاسماء. اسمعني اسمعني جيدا. بمسح الارض فيك. لا لا بمسح الارض فيك. لا تشتم. لا تشتم احد. لا 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 ل
لا 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 اطلع برا طيب. لا واطي خليك بعملتك يا أبلة يا سالم خلاص مع الإسرائيليين خليك مش عارف تركز جملة على بعضها أنا يا سالم خلاص لحظة يا خلاص أنا عم بحثن تقارير من مرجعيات دولية يا سالم هو قاعد مثل أخيات مش عارف طيب. أنت عم تحكي لا لا يا خلاص لا سخفك بإجري خلاص ما الآن الذي اختلف؟ هل هذا السلاح كان للتوازن مع إسرائيل وهلأ وقع سلام مع إسرائيل ونحن ما بنعرف؟ هل هو يعترف بهذه؟ يعني إذا كل واحد يا أخي بيجيب سلاح بيجي الثاني بيهدده بيسلمه يا؟ يعني هذه النظرية أنا ما فهمتها أنه إذا بيجوا الأمريكان بيضربوا بنسلمهم السلاح بكل الأحوال دكتور. هذا السلاح لم يمتلك يوما لمواجهة إسرائيل إلا للشعب السوري والمجرم بشار الأسد جوز أزمة يلي مستعد يسلم مرته كرمال يضل على كرسي الحكم دكتور كان هذه فضل. النظرية هذا أنت يا خزر بتسلم أمك وأختك يا عرصة لا يلعن دكتور مكنا لو سمحت ابن زاني لو سمحت لا هو القدر لو سمحت والله لا عرض لك لو سمحت بدنا نحترم إسرائيل في ألفاظ معينة معلش في ألفاظ معينة معلش بلا ما نستعملها الملقى على سرير مرض وسمين الله فيه أكثر ربنا هو من أوسخ منه ومن مريض عيان إنسان اسمعوا على صوت الأستاذ مراد مش يا أبو استاذ كلامك داعي عيب عليك كلامك داعي كلامك داعي اهلا بكم اعزائي المشاهدين الحقيقه انا بعتذر اعتذار شديد عما حدث لاني انا ما توقعتش يعني انا بقالي اكتر من 20 سنه في الميديا عمري ما تصورت ان الدفين يعني يصل الحوار الى هذه الدرجه من التشابك والايدي وتقاذف وقذف ادوات مستهدفه يمكن حضراتكم شايفين الازازة اتكسر الكرسي اتكسر وانا وقعت واخوان المصورين تدخلوا الفضل للاشتباك انا مش عايز الوم على احد الاطراف يعني انا شخصان مرهق جدا وجالي هبوط في الضغط ما توقعتش انه يعني الموضوع يوصل لدرجه تشابك بالايدي احنا معانا يمكن على الهوا هنشوف المشهد اللي حضرتك ما شفتوش طب زميلي يبود يطلع كده الفيديو هو ده يعني انا متخيل الو اهلا وسهلا اخ نجيب تفضل يا سيدي مساء الخير مساء النور اهلا وسهلا اخي والله يا سيدي اذا بداتوا حلقتكم بهالصراخ مش راح نفهم شيء منكم بدي اطلب من اخوي التميم ويهدى اعصابه شويه هيك وروح وهو مبين عليه من ضحايا متفرجي الجزيره والعربيه ما شاء الله عليك والله سوريا القومي لا احد ان يستطيع ان ينكر اولا انا اتحدى هذا الاخ التميمي ان ينظر الى اللباس الداخلي مكتوب عليه صلح في سوريا وزير خارجية قطر يطلع على كذبه وشو مكتوب عليه صلح في سوريا وسوريا هي بلدنا سوريا بلاد الشام سوريا منها غزة حاربنا الصليبيين
حرب العلوي هذا اللي ضرب الطائف هو اللي حارب الصليبيين طيب هو اللي حارب الطائف اخ نجيب اخ نجيب سلم الجلال في 67 طيب اخ نجيب تبع الشعب السوري طيب اخ نجيب شكرا طيب شكرا على اتصالك يا سيدي مداخلتك واضحه شكرا جزيلا على اتصالك يا سيدي تعطيك مجال ترد علي عالم فقط عقل تعطيك مجال راح ترد علي يا سيدي اخ محمود تفضل اعتذر لكل من يشاهدني اني قبلت الاساءه لنفسي بالظهور في هذه الحلقه مع مستوى اشعر بالترفع عن رجاء الله يا اول وعلا قبل سنوات وفي عمان او في الاردن توفي احد رجالات الدين توفي في فلسطين المحتلة في إحدى قرى فلسطين وكانت وفاته يوم سبت ففتح العدو الله الله ففتح العدو الله والله يشعر بالطرف والله بكذب بالتنار في هلكة الأمة يا هدي رجل يا رجل إلى المسابل يا رجل إنت واحد بتالي يا رجل رجال وحقير رجال اخ محمد محمد لا يجوز لا يجوز لا يجوز تفضل عميل للعالم بالله بالله الذين قدم يقشي يا اخي محمد يا اخي دخلت تذبح الاطفال ويدافع عن قدم بس يذبحون الاطفال بس هذه كلام الى جانب من هو مثله والله يا رجل انك انت رساله فتحت هو طبعا النار بدات فتح العدو الإسرائيلي الجسر يوم السبت لأتباع واستقبلهم وأنا أتحدى الجهة الرسمية أو الشعبية تقول لا وأنا بحكي على التلفزيون فتح جسر يغلق يوم السبت ليقوم أتباعه ومن يريد أن يعزوا فيه بالدخول إلى فلسطين بدون تصريح بالهوية لتعزية هذا الرجل مين هو هذا الرجل؟ أي واحد مين هو هذا الرجل؟ يا جاسوس انت من هو هذا الرجل رجال يا اخوان هذا رجل حقير من هو هذا الرجل رجاء بعيد اخ محمد اذكر اسمه والله بعيد عن شكال الصباد معلش داخل حلقه رجاء طب اذكر من هو من هو يا رجل من هو انا والدي توفى في عمان وشيعته الملايين انا والدي كان اكبر عزاء في عمان ومنع ومن الخمس من 67 يبقى الخمس ومنع ان يدخل والد الشيخ اسعد امام المجاهدين الذي يشرفه ويشرف يا رجل انت حقير والله ابوي اكبر عزاء شهدت المملكه محمد محمد وقيمه له عزاء في كل اخ محمد طيب يا سيدي ممكن اخ محمد لا تطلب والله في ساعات دقيقه والله دقيقه لا 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 الان يسيطر عليها مجموعة من الجواسيس يتصارعون على سلطة وهمية ليس لها وجود كل مفاتيحها بيد الكيان اليهودي الغاصب الآن يسيطر عليها مجموعة من الجواسيس قتلوا أبيهم على وراثته وأنا قلت هذا في حينه أي نعم وأنا في حينها قلت على الجزيرة بعد اغتيال ياسر عرفات بأيدي هؤلاء الناس الآن منذ أن جاء محمود عباس إلى السلطة حاول أن يحارب كل صاحب تاريخ فتح شريف هذه فلسطين ليست ملك هذه القيادة أنا الآن أنطق باسم الشعب الفلسطيني كاملة والآن الشعب الفلسطيني يسمعني أنا أنطق باسمه والله يا أستاذ زهر لو الآن أجريت استفتاء على الهواء وكلهم يا محمد أسعد التميمي ينطق بكم ينطق باسمكم يمثلكم فيقولون لك نعم 90% ولذلك من هذا المنبر هذا المنبر أعلن عزل هذه القيادة باسم الشعب الفلسطيني هذه أرض مباركة لا يقودها ناس حثالات أعبر عن ضمير شعبي أنا أعرف الناس بشعبي هذه قضية مباركة قضية مقدسة هذه ليست كرخانة أبار يقودها حتى يقودها الأحمر ويقودها دحلان ويقودها بمازن ويقودها فلان وعلان يا رجل هذه أرض مباركة أرض الإسراء والمواد أرض الإسرائيل يا رجل أرض عمر وصلاح الدين
سجد. هؤلاء ليس لهم علاقة بهذه القضية. طيب يا رجل. طيب طيب. هؤلاء يتحدون الله. يا رجل هذا الأحمد. اسمه الأحمد هذا لعنة الله عليه. لا لا. اسمه. بدون شك. أنت لم تعمل شيء. يا أخي ما شاء الله. القضية. يا أخي. يا رجل جزء. بدون شك. أنا حتى. بدون شك. الأحمد هذا شو اسمه؟ حسام الأحمد. طيب. يتحدى الله رب العالمين قبل أسبوع في محافظة جنين أمام كوادر فتح كلها. يقول أنا مستعد أنا أتحدى الله من أجل فتح. طيب. أن فتح أكبر من الله. لعنة الله. لا لا أرجوك. يا جاسوس. يا أخي. يا عدو. يا أخي ما في. سيحاكمك شعب فلسطين. هذا شعب مجاهد منذ 100 عام وهو يقاتل منذ 100 عام. أرض فلسطين ارتوت من دم الشعب الفلسطيني أكثر من ماء المطر. مش أبناء محمود عباس المضح هذا التازر عن صفد يقول أنا صفدي وهو ليس من صفد هو من إيران من قبل خمين هو إيران جاء من إيران من قبل إيراسي رسلين أنا والدي عندما كان يموت وهو يقول لي أوصيك ويوصينا جميعا يقول إياكم أن تفرطوا في هذا الأرض كل من يفرط بها افضحوه إلعنوه حاربوه قاتلوه هذه أرضنا هذه أرض الأقصى هؤلاء لا يعرفون لا الطفل لا جسدي لا الطفل المعنوي لا يعرف ليس لهم علاقة بهذه الأرض جاوبني على السؤال 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 فلسطين لنا شام شام أبا من أبا لن نقبل بإسرائيل ولو على شبر من أبا طيب كويس كويس ذرة واحدة يا أخي كويس لن نقبل بتفريط يا أخي اسمعني بس أين من هؤلاء الجواسيس الخونة اسمعني اسمعني يا زلمة يا أخي اسمعني يعني ما تحفظي على الألفاظ والشتائم التي أنا أقول بدون تحفظ أمام شعب فلسطين كله أنا أتحدى وأتحمل مسؤولية كل كلمة قلتها أمام هذه القيادة الخائنة التي تتبع يا أخي لا تشتم يا أخي أرجوك يا رجل لا تشتم طيب لا تشتم ضغطك ضغطك بس ضغطك شوي أرجوك 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 لا 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 أشرب مي جاوب استاذ مع تحفظي على ما على ما تحدث به الاستاذ التميمي انا يعني السلام الاحمد تحدى رب العالمين يا اخي سيقتلنا نفسي هذا الدهر لا 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 هذا الخائن مقطع الحلقه ارجوك لا ارجوك لا تخلينا نصل لمرحله زي انا تفضل ارجوك يعني انا لا اريد ان اقف في 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 تفضل تفضل في موقف دفاعي لا اريد ان اقف في موقف دفاعي لان لدي الكثير من الملاحظات على السلطه ولكن أنا بالنسبة للأخ عزام الأحمد هي تم تقويله حديث لم يقله وتم استخدام هذا الحديث في سياق دعاية انتخابية خمس خلاص يا زلمة سيد خمس الخلاص من الجهد على ذلك لا أريد لا محافظة جنين طيب يا أكثر من هيك أقول يقول على التلفزيون المجوس المناهة يا أخي مشان الله اسكت يا تحاصر العالمين إن بقاء السلطة يلوث الإرث النضالي للشعب الفلسطيني وتلويث الإرث النضالي للشعب الفلسطيني يقدم خدمة كبرى للجانب الإسرائيلي جميل لنبقى بلا سلطة ولتبقى الحالة الفلسطينية حالة تحرر وطني حالة فوضى فوضى لا فوضى لا مؤسسات لا المؤسسات المبنية اللي وجدت على مدى 20-21 عام 24 عام نعم موجود الآن يعني عندما طرح الرئيس ياسر عرفات موضوع أوسلو كان لديه مشروع وطني كان يعمل على يعني يحاول أن يأخذ شيئا من الجانب الإسرائيلي يفجر انتفاضة هنا يمول عملية هناك هكذا كان يعمل هذا الرجل ولكن في الوقت الحالي أصبحت هناك وظيفة واحدة وهي حماية الاحتلال الإسرائيلي لكن هذه قناعات السيد محمود عباس منذ أن تولى قال لن أذهب إلى القتال بالسلاح مع العدو مشروع المقاوم بالسلام لعلمك حتى لا أظلم الرجل حتى لا أظلم الرجل نحن كنا مع هذا المشروع نحن دعمنا هذا الطرح أو كنت أنت أحد من يعني أنا كتبت مدافعا عن هذا المشروع ولكن هذا المشروع فشل أستاذ محمد يعني أرجوك يعني حتى الحوار يكون هذه يعني كما يقول لك البعض يعني أنه أرجوك المباركة القدس الأقصى ما عندي لا خطوط حمر ولا صفر ولا زرق ولا ليلكي ولا فوشي ولا لون عندي ولا بس
تشوف في الفضاء. انا اقول لك ان فلسطين لنا وستبقى لنا جميع. ولن نفرق بذره من ترابها. والذي سيحرر فلسطين ليس هؤلاء. طيب فلسطين ارض مباركه ملك الاسلام والمسلمين 100 مليار مسلم. طيب وسيزحف المجاهدون في رحم الانسان الذين وعد الله بهم. اعزائي المشاهدون على فلسطين من ارض مباركه ليسكن المسجد كما ويجب اسمع على التكبير. هذا وعد الله لنا ان هذه السلطه وهذه المنظمات هي الى مزاد اعزائي المشاهدين في نهايه هذه الحلقه من برنامج بين الاحلام اتقدم للشكر لكل من بقي معنا حتى هذه اللحظه والسلام عليكم.